فككت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية غردايه شبكتين مختصتين في ترويج المؤثرات العقلية تتكون من 7 أفراد بعد عملية ترصد ومتابعة لهاتين المجموعتين، ليتم حجز قرابة 25,000 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، إضافة إلى 4,000 مللتر من المؤثرات العقلية السائلة، ناهيك عن أسلحة بيضاء. المزيد في ميكروفون عاصم بخاري. تمكنت المصلحة الولائية الشرطة القضائية وكذا الأمن الحضاري الثالث بأمن ولاية غردايا من الإطاحة بشبكتين مختصتين بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية وكذا المخدرات. العملية أتت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى عناصرنا تتمثل في قيام مجموعة إجرامية تتاجر بهذه المواد. تم ضبط بحوزتهم كما ترون حوالي 25,000 قرص مخدر، 4,000 مليلتر من السوائل المخدرة، صفيحتين من الكيف المعالج، أجهزة إعلام آلي وسكانر.